بسم الله بقطع الكلام. السلام عليكم طلاب، راح نكمل محاضرتنا. طلاب اقطع الكلام براسكم، سمعوني طلاب صوتكم دي يطلع. السلام عليكم، محاضرتنا اليوم تكملة عن الجزء السابق اللي طيناكم اياه، لان تعبتوا ذاك اليوم قلتوا لنا بعد ما اقدر اكمل، وصلنا يمكن لل30 مو طلاب وياي، وصلنا لل30 وتعبتوا اتذكر بوقتها. اي نعم دكتور، وصلنا لل30. نكمل. الثلاسيميا مثل ما تعرفون طلابنا، الثلاسيميا هي من الأمراض فقر الدم الوراثية، وهي كمان بمناطق الشرق الأوسط المتوسط، البحر الأحمر، البحر المتوسط، يعني مناطق البحر المتوسط مثل لبنان، سوريا، العراق، يعتبر العراق من هاي البلدان، أو البلدان المطلة على البحر المتوسط مثل اليونان، بأثينا، هذه أكثر البلدان اللي تكثر بيهم الثلاسيميا، وهو inherited disease. وطرق العلاج مالته، يعني من يكون inherited disease واحد يصير عنده أنيميا نتيجة congenital أو inherited disease مثل الثلاسيميا، راح يكون التريتمنت مالته يعني صعب أو شبه مستحيل. أنت شو تريد تسوي؟ فأفضل طريقة للقضاء على الثلاسيميا هو شنو؟ أن نخلي الجينات تذوب بالأجيال اللاحقة. يعني شلون؟ إذا شخص عنده مثلا، خلينا نقول هو يكون في عوائل، يعني شنو في عوائل؟ شخص عنده ثلاسيميا، جدة عنده ثلاسيميا، أو الأعمام، الأخوال، الخالات عندهم ثلاسيميا، العائلة بيها جين الثلاسيميا موجود، وكانت أحد الأبناء يريد يأخذ من الأقارب، كان هو حامل للثلاسيميا، وأقارب اللي يريد يأخذهم هم حاملين للثلاسيميا. بهاي الحالة حسب قوانين الوراثة المندل راح يكونوا الأطفال مصابين بالثلاسيميا. فلهذا السبب احنا شو نسوي؟ اكو بعض البلدان شو نسوي بهيك حالة؟ نسوي سكرينينج للثلاسيميا قبل الزواج. مثلا هذه التجربة من يطبقتها؟ طبقتها على سبيل المثال اليونان. باليونان صار فحوص، بما أن اليونان تعاني من الثلاسيميا، صار عندهم قانون أن كل شخص عنده ثلاسيميا يعني يقبل على الزواج يسوي فحص الثلاسيميا. إذا كان الولد الرجل حامل للجينات أو مصاب، وكانت المرأة حاملة للجينات أو مصابة، فإهنا أنا راح يخيروهم، يقولهم يا بي إذا أنت راح تتزوجون راح يكون الأطفال عندهم ثلاسيميا، فإلكم القرار كالآتي: أما تعيدون القرار بالزواج، أو تتزوجون وما تجيبون أطفال، أو تتزوجون وتجيبون أطفال بس الدولة تشيل الرعاية الصحية عن الأطفال. بهيك حالة راح يجبرون الأشخاص أن يغيرون قرار الزواج مالتهم، أو يتزوجون وما يجيبون أطفال. ولكن يعني أحكي لكم، إذا سمعوني طلاب للمفارقة قبل سنتين، سووا أحد الأشخاص فحص ثلاسيميا مع خطيبته، واثنيناتهم طلعوا حاملين للجينات مع ثلاسيميا، وإذا نزل هاشتاغ الحب أقوى من الثلاسيميا. هذا قرار عاطفي وليس قرار علمي. القرار العلمي أنت راح لما تكون الجينات موجودة عندك والشخص الآخر الجينات موجودة عنده، راح تكون كل الأطفال عندهم جينات الثلاسيميا. فهنا القرار يجب أن يكون قرار منطقي أكثر ما يكون قرار علمي، ومو بس يكون مرات بين العوائل، قد يكون ماخذ لشخص من عائلة ثانية حاملة للمرض، هو حامل للمرض فينتقل الثلاسيميا عن طريق الهاي. فأبسط علاج هو شنو؟ أن هاي الجينات إحنا نذوبها بالأجيال اللاحقة. إذن الثلاسيميا هو مجموعة من الديزيز. وين دي يصير الديفكت؟ دي يصير الديفكت بالهيموغلوبين سينثيسز. مثل ما تعرفون إحنا الهيموغلوبين عندنا هيموغلوبين اي، عندنا او قلنا نحكي على عندنا تو تايب اوف ثلاسيميا، عندنا البيتا ثلاسيميا والالفا ثلاسيميا. بالثلاسيميا ايش يصير؟ احنا عندنا هنا يصير ديكريز بالبرودكشن مال الجلوبولين، فالجلوبولين او الجلوبولين شين راح يقل هنا البرودكشن. شلون راح او يصير به ميوتيشن بالجلوبولين؟ فايش راح يصير؟ احنا شلون نشخص هذا المريض عنده ثلاسيميا لو ما عنده ثلاسيميا؟ راح نسوي له هيموغلوبين الكتروفوريسيس، راح نشوف بي ابنورمال هيموغلوبين الكتروفوريسيس ريزلت، او نسوي له
الفحوصات اللي نعتمدها بالتشخيص HBLC هاي بلجر ليكويد كروماتوغرافي اللي يقدر يشخص لنا الباند اللي خاصه بالثلاسيميا. فدائما اذا طلعت النتائج احنا عندنا وطلعت الايرلي باند ظهرت عندنا دائما تظهر الايرلي باند قبل الدقيقتين في حاله بال HBLC تطلع في حاله الالفا ثلاسيميا. اما البيتا ثلاسيميا راح نشخص نشوف ايش قد الليفل مال هيموغلوبين اي، ايش قد الليفل مال هيموغلوبين اي 2، ايش قد الليفل مال هيموغلوبين اف، وعلى اساسها راح نعطي التشخيص. فاذا اللي نشوفه بالثلاسيميا راح نشوف ابنورمال هيموغلوبين الكتروفوريسيس، وراح نشوف بوليكروميزيا اللي تعني دارك ستيننج بالريتيك، وراح نشوف اكو تارجت فير اكو بيزوفيليك ستيبلينج. شنو هاي العلامة الكلمات اللي بدي اذكر لكم اياها اللي اول مره تسمعوها؟ اصبروا علي لحظات ان شاء الله راح اشرح لكم اياها بالسلايد. اللي دا يصير بالثلاسيميا هنا الار بي سي ماس، كميه الار بي سي هنا تطلع نورمال. يعني لما نروح احنا نقيس الماس مال ار بي سي نلقيه طبيعي، ما عندنا دا يصير هنا المشكله مو ديكريز بالبرودكشن. طب بقول احنا مو مرات نقول الخلل هو ديكريز بالبرودكشن، مرات هنا الار بي سي كميه الار بي سي اللي تطلع عندنا طبيعيه وقد تكون هوايه على مود سد النقص مال الانيميا. بس المشكله وين هنا؟ هنا المشكله بالهيموغلوبين، فلهذا السبب بالجلوبين فيكون الهيموغلوبين ليفل يكون قليل والام سي دي عندهم قليل. هذا السبب راح يصير اكو عندنا اندكس نستخدمه نسميه مينزر اندكس. اذا لقيناه نقسم الام سي فوليوم على الار بي سي، اذا طلع جوه ال 13 فهو يمشي ويا الثلاسيميا، مو دايجنوستيك فور ثلاسيميا. اما اذا طلع فوق ال 13 فهو يمشي ويا الايرون ديفشنسي انيميا، فقط يفيدنا في ناخذ انطباع عن التشخيص. طلاب تسمعوني؟ المحاضره واضحه لحد الان؟ مو سريع وياكم؟ اوكي. اذا نمشي على هذا المنوال، نجي على الالفا ثلاسيميا. الالفا ثلاسيميا مثل ما تعرفون الالفا تشين احنا عندنا 4 جين الفا، عندنا اذا صار ميوتيشن بواحد راح تصير سايلنت كارير. يعني هذا من يكون شخص عنده الفا ثلاسيميا 1 جين هاي مو مشكله، من يتزوج من شخص سليم ما عندنا اي مشكله. فهذا هذه مو مشكله راح يذوب هذا الجينات. اثنين قد يكون لا عنده 2 جين ديفكت ميوتيشن، ان انا راح يصير عندنا الالفا ثلاسيميا تريد وراح تكون مايلد انيميا بالرغم من اكو 2 جين ديفكت، ويصير عندهم مايكروسايتوسيس. احنا تذكرون قلنا المايكروسيتيك انيميا نفكر لو بالايرون ديفيشنسي، لو نفكر بالسيدروبلاستيك انيميا، لو نفكر بالايرون بالثلاسيميا. اذا تذكرون بالمحاضره اللي شرحناها سابقا الديفرنشال دايجنوستيك فور مايكروسيتيك انيميا. اما اذا الشخص عنده 3 جين ميوتيشن راح تكون هنا سيفير انيميا عنده، وبينما اذا كان عنده 4 جين ميوتيشن هذا راح يصير هايدروبسبيتاليس وهذا راح يموت الطفل بعد الولاده. اكثر الاشخاص اللي يصير عندهم الفا ثلاسيميا، الفا ثلاسيميا مثلا موجوده بالعراق، بس شافوا الالفا ثلاسيميا موجود بالساوث ايست اسيان بوبليشن، جنوب شرق اسيا، جنوب شرق اسيا ساوث ايست اسيان بوبليشن، هم دول اللي يكون عندهم هم دول اللي يكون عندهم الفا ثلاسيميا. إيه هنا شنو ما قلت لكم انا اكو مصطلحات شكلنا بيزوفيلينج ستيبلينج. بس لما نشوف بالسمير بالفر سمير اكو نقاط حمر نشوفها بالار بي سي بالمايكروسكوب. هاي النقاط الحمر اللي نشوفها على الار بي سي هاي البقايا الجرانيول الموجوده مال الريبوسوم الموجوده هنا بالار بي سي نتيجه الثلاسيميا نصيح لها بيزوفيليك ستيبلينج. هذه اللي قلت لكم عليها. هذه اكو تعليق طلاب؟ اسمعوني اقطع الكلام اسمعوني. اللي عنده سؤال يقول، منو عنده سؤال لحد الان؟ نجي على البيتا ثلاسيميا. البيتا ثلاسيميا هنا التو جين عندنا، اما يصير واحد من اثنين ميوتيشن مثل بيتا ثلاسيميا تريد، بهاي الحاله ايش راح يصير عندهم؟ راح يصير زياده بالهيموغلوبين اي 2 الادلت هيموغلوبين. يعني لما يصير ون ميوتيشن بالبيتا ثلاسيميا ايش راح نشوف احنا؟ شلون نشخصها؟ راح نسوي اتش بي ال سي ونسوي هيموغلوبين الكتروفوريسيس. راح نشوف الباند مال هيموغلوبين، احنا عندنا هيموغلوبين اي وهيموغلوبين اي 2 وعندنا هيموغلوبين اف. وياي
وعندنا هيموغلوبين اس وهيموغلوبين سي، بس كل واحد لهي. بس بصوره عامه للنورمال بوبليشن احنا عندنا هيموغلوبين، هيموغلوبين اي هو اللي نقول عليه الادلت هيموغلوبين، الادلت هيموغلوبين، وعندنا هيموغلوبين اس الفيتال هيموغلوبين، وعندنا هيموغلوبين اي 2. المفروض نورمالي البوبليشن الادلت المفروض يكون عنده الهيموغلوبين اي فوق 96، الهيموغلوبين اي 2 المفروض يكون عنده جوه 3.5، جوه 3.5، والهيموغلوبين اف المفروض يكون جوه 2. هنا اذا صار 1 الى 2 ميوتيشن راح نشوف هنا الهيموغلوبين اي 2 يصير النسبه مالته فوق 3.5، فوق 3.5 الهيموغلوبين اي 2. احنا مثل ما نعرف الفيتال هيموغلوبين الاف هو قابليته ان الى هاي افينيتي فور اوكسجين. لهذا السبب نشوف احنا الطفل بعد الولاده اول ما ينولد الطفل ايش عنده؟ عنده بس هيموغلوبين اف. ليش يتشلب بالاكسجين ما يهدها بسهوله؟ ها بلا من الطفل يبدي بالنمو العمر اللي يصير بالارثروبويسيس وتستمر عمليه الجينيسيس مال ار بي سي برودكشن، يبدي يتغير الهيموغلوبين من اف الى اي، من فيتال هيموغلوبين الى ادلت هيموغلوبين، يعني يتحول من اف الى اي. لهذا السبب برا السنة نهاية السنة الأولى اللي يصير بي كومبليت ها ترانسفورميشن فروم اف الى اي، فيصير الاي اكثر من 96. فبرا السنة الكاملة يرجع الهيموغلوبين عند الطفل العمر فوق السنة الاي يطلع فوق 96، والاي 2 جوال 3.5 والاف جوال 2. اما اذا ناخذ طفل عمره يوم واحد احنا نلقيه كليته راح نلقيه هيموغلوبين اف. مو معناها هنا الخطأ اللي يقعون بهواية يقعون به من الأطباء، وخد نشرح لكم النجارب التشخيصي. يعني إذا إجاني طفل عمره يومين عمره أسبوع وسوينا له هيموغلوبين إلكتروفوريسيس وسوينا له أش بي أل سي البيتا ثلاسيميا، ما راح يفيدنا تشخيص بيتا ثلاسيميا. خلوها ببالكم بيتا ثلاسيميا بهاي الطريقة ما تشخص. ليش؟ لأن أنت الأف هو أصلا معلق فيتال هيموغلوبين. زين لعد إذا هو هيك البيتا ما نقدر نشخص، لعد ليش نسوي إحنا للطفل العمر أسبوع نسوي له أشبه إلكتروفوريسيس؟ أنا مود نشخص الألفا ثلاسيميا الإيرلي باد اللي تطلع ها مال هيموغلوبين إتش ديزيز، فيفيدنا الأشبه إلكتروفوريسيس نشخص الألفا ثلاسيميا، بس ما يفيدنا في تشخيص البيتا ثلاسيميا. شغلة ثانية، نجي مثلا طفل عنده ثلاسيميا واخذوا له خلوه له بطل دم وقالوا له روح، ما يصير هو خلى بطل دم يجي يسوي تحليل اتش بي الكتروفوريسيس لو اتش بي ال سي. انت ما اخذ دونر، انت اخذ انت سويت بسيبيا، انت اخذت بلد من دونر، فالدم راح يطلع مال مين انت مستلمه؟ مال دونر، فاحتمال يطلع لك نورمال هيموغلوبين الكتروفوريسيس نورمال اتش بي ال سي. هذا مو معناه انت ما بيك شيء، هذا تعطيك فولس دايجنوسيس. لازم انت تنطي فتره اقل شيء 40 يوم برا بلاد ترانسفيوجن الا نقدر نسوي الفحوصات مال ثلاسيميا. هاي النقطه صارت واضحه طلاب؟ طلاب صارت واضحه هاي النقطه؟ اذا عرفنا اذا صار 1 الى 2 ميوتيشن، اذا صار 1 الى 2 ميوتيشن راح احنا وين راح نصير نشوف؟ راح نشوف العفو وين صرت بالقوايا اي، راح يصير عندنا زيادة بال قولوا ياي بالهيموغلوبين A2. أما إذا صار 2-2 ميوتيشن بيتا ثلاسيميا راح يصير زيادة وين؟ بالهيموغلوبين F، بالهيموغلوبين F. عادة البيتا ثلاسيميا وين نشوفها؟ نشوفها بالأفريكان ونشوفها بالجماعة اللي يسموها ميديترينيان ديسنت اللي اصولهم من البحر المتوسط اللي هم العراق تركيا لبنان اليونان، هذا من البلدان المحيطه على البحر الابيض المتوسط هم اكثر ناس يصابون بالبيتا ثلاسيميا، ويعتبر العراق واحد من هاي البلدان اللي تنصاب بالبيتا ثلاسيميا. هنا ايش راح نشوف اذا تشوفون؟ هنا راح نشوف مايكروسيتيك هايبوكروميك نفس اللي شفناه وين؟
إذا تتذكرون مايكروستيك هايبوكروميك اللي شفناه بالآيرون ديفشنسي أنيميا. بس هنا أنا أكو ميزة ثانية، بنشوف تارجت سيل. شنو هي تارجت سيل؟ هنا أنا من يصير ديفكت راح تطلع الار بي سي وباقي بيها بقايا من النواة بالنص. فهاي شايفين اللعبة يسموها لعبة التارجت اللي يجيبون السهم ويشمروه بالنص، هاي بيها دوائر كبيرة، دوائر جوا اللي جوا، هاي يسموها لعبة التارجت. تلقي دوائر وبالنص اكو دائرة رئيسية، كنت تجيب السهم الضربة وين بالدائرة بالنص على متاخذ 100%، هذه يسمونها تارجت. فهذه التارجت سيل شو تصير؟ تصير تشبه هذه اللعبة ما التارجت اللي قلت لكم عليها، نتيجة بقاء الجزء من النواة تبقى باقي بالسنتر مال ار بي سي. فهاي التارجت سيل نشوفها بالبريفرال بلاد سمير وين؟ بالبيتا ثلاسيميا. وقلنا ذيك الساعة شو نشوف بالالفا ثلاسيميا؟ قلنا نشوف او بالثلاسيميا بصورة عامة البيزوفيليك ستيبلينج اللي شوفنا لكم اياها بالصورة. بعد بالنسبة هسه اذا اخذنا هاي خلصنا هسه الجزء الاخير من الماكروسيتك انيميا، راح نجي هسه تذكرون احنا ايش قسمنا الانيميا؟ قسمناها مايكروسيتك انيميا، الدور نورموسيتك انيميا، والدور راح ناخذ الماكروسيتك انيميا. هسه راح نبلش من نورموسيتك انيميا. النورموسيتك انيميا تشمل انه هواي جروب اوف ديس اوردر، ها راح نشوف من ضمنها الهيموليتيك انيميا، بس بيها هواي اكو هنا كونتروفيرسي بالحكي هسه احكي لكم اياها انتبهوا وياي. راح نشوف الانيميا اوف كرونيك ديزيز، البون مارو ديس اوردر، النيوتريشنال انيميا، رينال انسفيشنسي. نجي هسه على موضوع هو النيوتريشنال انيميا. اذا طلاب انتم قارين المحاضره السابقه، احنا بالنيوتريشنال انيميا حكينا على الايرون ديفيشنسي، قلنا الايرون ديفيشنسي شلون يدخل بتصنيع المصنع الرئيسي لتصنيع الدم. فاذا صار اكو ديفكت بالمصنع ونتيجه قله الايرون راح يصير ديفكت وتطلع لنا سيل مايكروسيتك سيل ومايكروسيتك هايبوكروميك انيميا والايرون ستور لو والايرون ليفل لو، وحكينا هواي بالتشخيص مع الايرون ديفيشنسي انيميا. وقلنا بالايرون ديفيشنسي انيميا ايش راح يصير عندنا؟ راح يصير مايكروسيتك انيميا. رجعنا وين حكينا؟ قلنا اذا خلل بالبرودكشن وين؟ اذا مثلا عندنا قل الفوليت وقل البيت ويف، قلنا هنا انا راح تطلع الخليه لارج سيل وسميناها ماكروسيتك انيميا. ها فاذا اخذنا احنا الايرون ديفيشنسي انيميا كمثال على المايكروسيتك انيميا، واخذنا البيت ويف والفوليت ديفيشنسي كمثال على اليمن على الماكروسيتك انيميا. اذا لنفرض رجل الدرلي عمره الدرلي خلينا نقول ماكو احد يرعاه، عمره بالسبعين بالثمانين، فهذا ما ياكل. ها عنده يعني خلينا نقول نيوتريشنال ما ياكل. ها الفود سبلمنت تحتوي على الايرون وتحتوي على الفوليت، فمن ما ياكل ايرون وما ياكل فوليت ايش راح تصير الحاله؟ تصير كومبايند بين الايرون ديفيشنسي المايكروسيتيك وبين البي 12 ديفيشنسي المايكروسيتيك. فبالنتيجه المعدل لنا ايش راح يطلع لنا المريض؟ يطلع لنا نورموسيتيك انيميا. واضح؟ بي 12 زياده ايرون ديفيشنسي، فيطلع لنا المين مالته هو نورموسيتيك انيميا. هذه اذا صار اثنيناتهم ديفيشنسي بالايرون ديفيشنسي والبي 12 والفوليت ديفيشنسي. فلهذا السبب احنا من نريد نعرف هاي نيوتريشنال انيميا، انتم تتذكرون البي 12 ديفيشنسي والفوليت ديفيشنسي قلنا لكم هواي اسباب من عندن، مثل عمليه الباي باس مال ستومك، ها او اكو عندنا ديزيز بالستومك او عندنا اي خلل بالبي 12 ديفيشنسي. بينما هنا راح يصير الخلل في هذه الموجودات. فلما نسوي اسسمنت للايرون نلقي له، ومن نسوي اسسمنت للبي 12 نلقي له، ومن نسوي اسسمنت للفوليت ليفل هم نلقي له. فهذني كليتين نشوفهم بالايرون ديفيشنسي انيميا. نجي الان الى موضوع ثاني وهو الانيميا اوف رينال انسفيشنسي. هذول اللي يصير عندهم رينال ديزيز وياي طلاب، هذول اللي يصير عندهم رينال ديزيز يصير عندهم انيميا، وعاده تجي نورموسيتك انيميا. هنا راح يكون عندهم
بالرينال ديزيز خصوصا لما يصعد الكرياتينين ليفل اكثر من 3 من الغرام على الديسيليتر ها راح يصير عندهم سيفير انيميا. اما اذا صعد اقطع الكلام طلاب فقط اللي عنده سؤال يسال، اما التعليقات اللي بيناتكم ما ارضه. اما اذا كانت الليفل مال كرياتينين ليفل من 1.5 وجول 3 من الغرام على الديسيليتر راح يصير الانيميا هنا مال رينال انسفشنسي مال رينال ديزيز من مايلد الى مودريت انيميا. عاده هنا نعطي هنا تعويض للشخص اللي عنده، نعطي تريتمنت اريثروبويتين، نعطي ايرون، نعطي انفيوجن اوف ايرون للتريتمنت اوف كوز اوف انيميا خصوصا بالايرون ديفشنسي انيميا. طلاب راح نروح للمقطع الاخير من المحاضره، اريدكم شويه تركزون وياي، هي الهيموليتيك انيميا. قبل ما ادخل على الهيموليتيك انيميا شوي قد يكون اسرعك على مود ما يصير مثل ذيك المره عندنا لكون محاضره طويله ما يصير عندنا ارباك. لحد ما ابلش بالهيموليتيك انيميا اكو واحد عنده سؤال على المحاضره الثلاسيميا والنيوتريشنال انيميا والهيمولانيميا اوف رينال ديزيز او المحاضرات السابقه مال انيميا الايرون ديفشنسي انيميا الماكروسيتيك انيميا ميغالوبلاستيك انيميا. اكو احد عنده سؤال قبل ما ابلش محاضره الهيموليتيك انيميا؟ اكو احد عنده سؤال؟ ماكو سؤال. اكمل. الصوت واضح طلاب؟ اوكي عافية طلاب. هيموليتيك انيميا، هيموليتيك انيميا هنا هذا الشيء كلش مهم، لازم شوية تقولون وياي. احنا اذا تتذكرون بالمحاضرة السابقة اخذنا الابروتش، ارجعكم عليها خليني اذكركم. شوفوا هذا الابروتش، الصورة الشير وياكم مو؟ الشير مود اي هذا الابروتش. تتذكرون بالابروتش قلنا لكم اول شيء من نريد نسوي الريتك اندكس نشوفه. اذا الريتك اندكس طلع اكثر من 100% شو نقول؟ نقول هذا هيموليتيك انيميا انكريز ديستركشن اور لوس. اذا تذكرون بالمحاضره راحت، اذا من اول ما يطلع لي الريتك اندكس اكثر من 2% راسا اقول اني بالهيموليتيك انيميا. اذا نرجع للهيموليتيك انيميا، شفنا الريتك اندكس حسب ما اخذناه بالمحاضره السابقه اعلى من 2، فاذا اني اعوف كل شيء وادور على من يطلع لي الريتك عالي ادور وين؟ من يطلع لي الريتك ادور على الهيموليتيك انيميا. اولا على مود اعرف الهيموليتيك انيميا لازم اعرف كم نوع من الهيموليتيك انيميا احنا عندنا بالاداب. نقسم الهيموليتيك انيميا اكسترا فاسكولار ديستركشن للار بي سي وانترا فاسكولار ديستركشن بالار بي سي. نجي اول نوع الاكسترا فاسكولار ديستركشن بالار بي سي تشمل لنا الانترنسيك ريد بلاد سيل ديفكت والاكسترنسيك ريد بلاد سيل ديفكت. نجي واحده واحده. انا ما راح اشرح لكم اياها بالتفصيل لان اذا اشرح لكم اياها بالتفصيل كل موضوع يراد له محاضره على حدا. الهيماتولوجي كلها انتم بالسيلبس مالتكم محاضره واحده. احنا سويناها محاضرتين على مود شويه تستفادون وتفهمون الماده. مع ذلك راح اكتفي ببعض العناوين واشرح لكم اياها ببساطه. لما يصير عندنا اكسترا فاسكولار ديسكشن بالار بي سي وناخذ مثال على الانترنسيك ريد بلاد سيل ديفكت، اهم مثال عندنا هسه احنا وين؟ باشباط. شو نشوف هنا؟ شنو من يقول لي شنو الشيء اللي نشوفه هاي الايام بالانيميا؟ من يعرف؟ أنا أعطيكم مثال. هسه بهاي الأيام يداوم بالطوارئ راح يشوف العائلة تجي تقول الهيستوري الآتي: دكتور ابني ما له خلق، شو وجهه شي صوفر، ها ما له خلق، خامل، درارة البارحة درارة صار أصفر طوخ، الدور صار مثل الشاي، الدور قام يبول دم، وبعد تكبني يعني نفسه قوي سريع كلش، دقات قلبه كلش عالية، والطفل خامل كلش وبعيده تعبانة. يجيك هذا الهيستوري، نسوي الاتش بي نلقيه 5. الطفل أول البارحة بيشي كل شي ما بي، كان يلعب طوبة ويا اخوانه كل شي ما عنده، البارحة هيك صار بي. ليش البارحة هيك صار بي؟
شنو اللي صار عنده؟ نجي نسأل، يا عندكم أمراض معينة، عندكم شيء معين؟ لا ما عندنا شيء، أكو شيء كذا. صرفونا شنو اللي صار؟ والله ما صار شيء، أكل أمورنا طبيعية وكان يأكل ويانا وقاعد بالسفرة وكل شيء ماكو. فجأة بالليل تخربط. شو تغديتوا البارحة؟ والله دكتور ما أكلنا العادي، جبنا تشريب باقي له وأكلنا وما عندنا أي مشكلة، وهم جبنا ويا نبق يحب النبق هو، تشريب باقي له. شنو علاقة الموضوع بالهيموليتيك أنيميا؟ من يربط لي الموضوع هذا الحكي؟ هذا السيناريو من يربط لي إياه؟ أكو واحد يحكي جاوب لي كلام، مو رسائل. أكو واحد يجاوبني شنو هذا الهستري؟ شي فيدنا هذا الهستري؟ قول عادي هذا الكلام دكتور، بس يمكن أنا سامع معلومة إنه الباقلة لها علاقة يعني بتكسر الصفيحات الدموية أو يعني بالهيموجلوبين. الصفيحات الدموية صفع علي، أنت ضارب صيدلة، أوفنا الصفيحات الدموية صفع الدموية يعني بليش لا تحكي لي بالإنجليزي؟ بليش؟ إيه دكتور، هيموليتيك أنيميا. كمل علي لا تروح. يا دكتور، هو انه سوينا ديستركشن للبليتلت وكذلك حتى على الار بي سي. يعني من يصلح العلي؟ من يصلح العلي؟ هو سوي ديستركشن للار بي سي وليس للبليتلت يا علي، انتبهوا دكتور. ايه انت قلت على البليتلت، لا هو مو البليتلت، للار بي سي سوي ديستركشن. ايه معنى ايش يصير عندنا طلاب؟ انا ربطت لكم هذا الهستري، لان هذا الهستري نشوفه بشباط هاي الايام، وبالضبط مثل ما اللي حكيت لكم هيك الهستري يجينا من الاهل. الار بي سي تكسر تقول بنين. إلا أنا الخلل وين؟ اكو عند الطفل هذا، اكو عنده احنا نصيح له انزيم ديفيشنسي، وهو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم، الجي 6 بي دي. اذا سامعين بي جي 6 بي دي، الجلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز انزيم، او عندنا بايروفيت كاينيز انزيم يشبهه. هذا الانزيم الموجود بالار بي سي، ها هذول عندهم ديفيشنسي، هذا من ياكل ماده اوكسيدنت ايجنت راح يصير ديستركشن بالار بي سي. شنو هي الاوكسيدنت ايجنت؟ اذا يصير عند الباقله الفافيزم، الفافابين يصير عندهم فافيزم داء الباقله. شنو داء الباقله؟ هو جلوكوز 6 فوسفيت ديهيدروجينيز ديفيشنسي. من يصير عنده ديفيشنسي هنا ايش راح يصير؟ فوبي ديستركشن الار بي سي، ويطلع هذا الهستري اللي قلت لكم عليه. الطفل راسا يخمل، يصير اصفر، يصير شاحب، يصير خامل، يقوم يبول مثل الشاي، بعدين يبول مثل الدم، ويصير الهيموغلوبين 5، واذا ما نتعالج على السريع احتمال يموت نتيجة أكلة للباقلة. هي مو بس الباقلة تسوي لنا جي 6 بي دي ديفيشنسي، يعني أي شخص عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي، مو بس الباقلة أوكسيدنت إيجنت، مرة الباقلة تكون أوكسيدنت إيجنت، مرة السماق يكون أوكسيدنت إيجنت، مرة النبغ يكون أوكسيدنت إيجنت، ومرة درج أنت صيادلة يا ميديسين يا درج يكون أوكسيدنت إيجنت. زينب علي، ما يحتاج تبديل دم، اعطاء دم. اكو فرق بين تبديل دم واعطاء دم، فرق بين. زينب تقول يعني نبدل له دم، هذا احنا هذا مو عنده هذا جوندس، ويصير عنده جوندس ها، بس هذا ما نبدل له دم، نعطي دم. اكو فرق بين اعطاء الدم وبين تبديل الدم ها. اين انا هذا الشخص علاجه لازم راسا نعطي دم، رأسا نعطي دم ونسوي كوركشن للأنيميا، وإلا يموت الطفل بدون علاج ها. وهذا مثال شائع عندنا خصوصا للدرج اللي ما حد جاوبني عليه، اللي هو المسبريم السلفا جروب. سلفا جروب وارفارين؟ لا مو الوارفارين، سلفا جروب هي اللي تسوي لنا. زينب علي تقول شلون نتخلص من تأثير الباقلة بالدم؟ هي ما تخلصين من تأثيرها أنت، يعني المريض اللي يجينا عنده ديستركشن نتيجة الإنزيم ديفيشنسي، العلاج مالته أن الطيب نسوي كوركشن للأنيميا ونقول له بعد لا تأكل باقلة أو لا تأكل أي مادة أوكسيدنت إليك. واضح هذا العلاج؟
اي فاذا اذا الشخص اللي عندك لوكوس فورفيت دي هيدروجينيز ديفيشنسي او بايروفيت كانيز ديفيشنسي هنا انا يجينا بهاي الطريقه مع الهيستوري. سؤال واحد بدي اسالكم اياه واللي جاوبني عليه هذا راح يعطيني انطباع عن مستوى دعائكم. السؤال يقول شخص جاني هيموليتك انيميا، علامات الهيموليتك انيميا لما يصير ديستركشن بالار بي سي راح يطلع البلوروبين، اذا راح لما نشوف البلوروبين نلقيه عالي، فهذا السبب يجينا اصفر يعني جوندس يصير. فلما قالت الام عينه صارت صفرة وهو صار شكله اصفر يعني صار عنده جوندس، ومن جينا فحصنا الليفل مال البلوروبين لقيناه عالي فهو عنده جوندس، ومن لقينا بعد اكو انفلاماتوري ماركر فور هيموليتك انيميا مثلا لاكتيت ديهيدروجينيز انزيم لقيناه عالي، ومن اجينا شفنا الريتك لقيناه عالي. فاذا كل المؤشرات شو تقول؟ تقول هذا هيموليتك انيميا. زين سؤال، الهيموليتك انيميا قدامكم بالصفحه، الصفحه متروسه اسماء للهيموليتك انيميا، زين هو من يقول هذا جي 6 بي دي؟ ليش مو لبرا؟ ليش مو هاي الاسماء اللي معددها اني اللي قدامكم 20-25 اسم ديزيز يسوي لنا هيموليتك انيميا؟ ايش معنى الباقي اللي اختاريناها؟ ها؟ من يجاوبني؟ من يجاوبني؟ ليش ما نقول عليه هذا سيكل سيل انيميا؟ ليش ما نقول عليه ثلاسيميا؟ ليش ما نقول عليه ليفر ديزيز؟ ليش ما نقول ليش ما نقول ليش ما نقول؟ ها؟ زهراء؟ ايش ما ادري مو شرط. ها؟ يعني ابو السيكل سيل انيميا هم تصير عندك كرايسيز بفتره معينه تبين عند الاعراض. اثناء اذا بنيه خلينا نقول اثناء شخص طاح بالسياره اثناء نقص الاكسجين وقد يكون هو ميدر بنفسه. بعد شنو هو السبب؟ يعني خلنا نحكي علميا هسه نجيها واحدة. من يجاوبني؟ لحد الان الاجوبة ما مقتنع بها اني. ها؟ غير بنين؟ مو هذا الجواب. يعني هسه خلنا نجي احنا نشوف علميا، احنا قلنا ليش قلنا عليه هيموليتك انيميا؟ انا قلت لكم الاسباب. هيموليتك انيميا لقينا ريتك عالي، لقينا بعد شنو البلوروبين عالي، ولقينا الال دي اتش عالي، اذا هذا ابن كريتين يمشن ويبول دم. اه كريتين لازم يمشن ويا الهيموليتك انيميا. اذا هيموليتك انيميا ليش اختارنا الجي 6 بي دي؟ شلون اثبت انه هذا جي 6 بي دي؟ اريد اثبت انه جي 6 بي دي، شلون اثبت؟ يلا زين ان ادل بلوروبين ناتج عن تكسر خلايا الدم، اي انا قلت بلوروبين عنده عادي. بعد كل الهيموليتك انيميا يطلع عندهم بلوروبين عالي، جوابكم اريد واحد يجاوبني غير بنين. جواب بنين مدى يوصل للجواب اللي اريده اني، مو اللي اريده اني. هسه انا اقول لكم اني هذا ثبتوليا هو جي 6 بي دي ديفيشنسي. اي حسين علاء ناجي، حسين علاء يقول باخ. كمل حسين علاء، كمل حسين جوابك. اي محمد وسام وحسين علاء كملوا الإجابة مالتكم، إذا تقدر تحكي بالمايك احكي خلينا نسمعوا زملائك. ها محمد حسين علاء كمل. حسين علاء يقول نسوي جي 6 بي دي فحص، إذا بي نقص كمل حسين. شنو إذا بي نقص حسين علاء؟ احكي بالمايك او في الكتابة. محمد وسام كمل جوابك. محمد وسام حسين علاء ما وصل للإجابة، خلينا نشوف محمد وسام يوصل للإجابة ولا لا.
محمد وسام داخلين جاوب بالمايك. بتقول الإجابات مال زملائكم طلاب. أنتوا تقولون إذا هو G6BD deficiency glucose 6 phosphatidylase deficiency فنروح نشوف الليفل إنزيم مال G6BD. نشوف الليفل إنزيم. إذا كان الليفل إنزيم قليل فهو G6BD. وإذا كان الليفل مالته نورمال شو نقول عليه؟ من يجاوبني على السريع جاوبوا هذا وقت طلاب. حسين ومحمد يقولون اذا الليفل مال جي 6 بي دي انزيم قليل فهو هيموليتيك انيميا مال جي 6 بي دي ديفيشنسي. اما اذا عنده اسال سؤال اذا طلع الليفل مالته اريد جواب زهراء ما جاوبتوني على سؤالي دكتور. ايه جاوب. هو احنا سوينا الاول شيء الفحص مال هو هذا الانزيم كرات الدم الحمراء اذا كان قليل يعني ذني كرات الدم الحمراء راح تكون معرضه للمحلل. علي صوتك دكتور. يعني احنا اول شيء سوينا الفحص لهذا الانزيم جي 6 بي دي مو تمام؟ ايه ايه. اذا كان بي نقصان الاربيسي راح تكون معرضه للتحلل اذا اخذنا فد ماده انتي اوكسيدنت مثل الباقلاء والنبق او قلنا الدواء انتي اوكسيدنت. دقيقه دقيقه افهمني حسين ابقى وياي خلينا ندخل ناخذ نقاش. تمام. احنا المريض عاده يجينا كان كل شيء ما بي الاهل يقولون كل شيء ما بي فجاه اجى صار عنده الريتك عالي البلوروبين عالي ال دي اتش عالي الاتش بي ناقص شكينا بيه هيموليتيك انيميا وطلع التشخيص يمشي الهيموليتيك انيميا. سؤال هل هو باقي له لو مو باقي له؟ يعني شنو هل هو جي 6 بي دي لو مو جي 6 بي دي؟ شلون اعرف هو جي 6 بي دي لو مو جي 6 بي دي؟ هو نسوي فحص لهذا الانزيم جي 6 اي بي دي نسوي فحص جي 6 بي دي. اذا كان كمل اذا كان بي نقصان يعني هو هذا السبب مال الباقي. واذا كان طبيعي إذا كان طبيعي نبحث عن سبب آخر احتمال المرض عنده يعني أهله ما يعرفون به. سمعتوا حسين على من يعيد حسين على كلامه ومن يعارض حسين على كلامه؟ خلنا نجي واحد واحد. المؤيدين لحسين على من يعيد حسين على؟ ماكو واحد يعيد حسين على؟ زين إذا ما إلى مؤيدين من يعاند يعارض حسين على؟ ماكو واحد يعارض حسين على؟ ماكو واحد يعيده وماكو واحد يعارضه؟ ما يصير. لو وياه لو ضده شو تقولون؟ تفوي طلاب. اكو واحد يناقشني يريد؟ تبارك تبارك تقول انا اخذت هستري وبديت ماكل باقي الا فاسوي له جي 6 بي دي. عافيه سوينا له جي 6 بي دي. الجي 6 بي دي اذا طلع لك نورمال تقول لي لبيك باقي الا ما بيك باقي الا؟ تبارك. حسين شو يقول؟ يقول اسمعه ايش يصير عندنا؟ ليش انا اقول لكم لازم دائما اكو واحد عنده تعليق ايات مازن؟ انا راح اجاوبكم تفوري الطلاب تاخذ هواي وقت بالاجابه. العفو دكتور. نعم. بالنسبه للجي 6 بي دي هو عباره عن انزيم يغطي الكريات الدم الحمراء يمنع تكسرها في حال تعرضها للانتي اوكسيدنت. في حال انه اذا كان بي نقص يعني ما راح يغطي كريات الدم الحمراء الار بي سي. ولكن في حال انه هو اصلا بخلل يعني هو مرتبط حسب ما ذكر بالكروموسوم اكس 18 او 19 حتى لو اذا كان بي نورمال حتى لو اذا كان هو نورمال ممكن انه ما تكون فعاليته وممكن انه الشخص اللي عنده مستوى الانزيم جي 6 بي دي طبيعي يعاني من مرض الباقلة تحسس من الباقلة.
اسمعوني طلاب اسمعوني. هذا السؤال سألكم اياه ترى سؤال مو سهل. هذا السؤال سألكم اياه يوقعون به الاطباء الاخصائيين طلبة الدراسات. سؤال سألكم اياه انا متقصد اسألكم هيك سؤال وريد اشوف مستوى الذكاء عندكم تعرفون تجاوبوا ولا ما تجاوبوا. للاسف ما حد توصل للاجابه. تقدر اعطيكم دقيقه بعد تناقشون لو اجاوبكم. ها اجاوبكم لو انتظر منكم تعليق. انا اجاوب. نور نجم تقول جاوب انت دكتور. اسمعونا خلنا نجي ناخذها لوجيك. الار بي سي مين تطلع؟ تطلع من البول مرة. صح لو غلط؟ صح. تطلع الار بي سي من البول مرة. تطلع الار بي سي بالبداية الماتشور يصير بيها ماتشوريشن تكبر تموت تتولد خلايا ثانية سمول ار ايش تطلع انه بعد صغيرة ار بي سي يصير عمرها معين ثلاثة اشهر وتموت. ها بعدين يعني تطلع ماتشور ماتشوريشن ادالت الدورة تموت ويتبدل الار بي سي عندنا كل ثلاثة اشهر بالجسم. صح لو غلط؟ ثلاثة الى اربعة اشهر من تطلع الار بي سي بالبداية. وهنا أنا ما عندكم ليد ديفيشنسي مو عنده جي 6 بي دي نهائيا ما موجود. عنده ديفيشنسي بالجي 6 بي دي يعني اكو عنده جي 6 بي دي بس قليل. الديفيشنسي يعني قليل يعني اكو جي من تطلع الار بي سي حجمها من تطلع بالبداية بعد هي هيلثي او تو طلع بول مرة بيها بالبداية الاماتشور ار بي سي قبل ما تصير بيها ماتشوريشن تصير اداء بيها كمية ار بي سي بالبداية من تطلع. ها بس من يصير الار بي سي خلينا نقول اداء ماتشور او لما يكون الشخص هيلثي نشوفه ابرنتلي هيلثي كل شيء ما عنده وما يعاني من اي ديزيز وبص فقلنا له تعال نسوي لك جي 6 بي دي. هو ما عنده ابرنتلي ما بي شيء. من يجي الشخص وكل شيء ما عنده وبصت فسوينا له جي 6 بي دي طلع جي 6 بي دي لو فهذا عنده جي 6 بي دي ديفيشنسي. اما من دخل الطفل في مرحلة ديستراكشن بالار بي سي ايش راح يسوي البول مره؟ انا من بدي يتكسر من عندي الدم غير اعالج الفقدان شو اسوي؟ اقوم اصنع دم زايد. هو شنو الرتك زيادة بالرتك؟ الرتك زيادة انت تطلع ان ار بي سي بيها جزء من النواة لان المعمل ما دي لحق يصنع الطريقة صحيحة يريد يعوض النقص فتصعد عند الرتك. مدير قد هرمونتك البون مرو يريد يحاول يسد النقص فيصنع لي ار بي سي ار بي سي ار بي سي اثناء الهيموليتيك انيميا ما جي 6 بي دي انزايم الار بي سي الجديده تطلع بيها الفول مال جي 6 بي دي انزايم. وبالاضافه لذلك الار بي سي بدها تتكسر الليفل الموجود هم بده يطلع لي بالسيركوليشن. فمن اقيس الليفل مال جي 6 بي دي ديورينج هيموليتيك كرايسيس راح يطلع نورمال وياي. يعني من أقيسة الجي 6 بي دي والطفل ماكل باقي لو يبول دم ووضعيته تعبانة يطلع للجي 6 بي دي نورمال. عرفنا ليش طلع نورمال؟ لأن أكو عندي بول مرو تنفذ تقوم تسوي ها برودكشن بالآر بي سي الجديدة اللي بيها الجي 6 بي دي بالإضافة للإنزيم اللي يطلع من الآر بي سي المتكسر بالسيركوليشن فيطلع لي نورمال. فمن يطلع لي الآر بي سي نورمال ليفل مال جي 6 بي دي مو معناها بأن هو هذا ما بي جي 6 بي دي. هي هاي تفيدني بالتشخيص أكثر ما يطلع لي لو أثناء الكرايسيس. إيش وقت أشيك الجي 6 بي دي؟ لما الطفل يرجع طبيعي وأموره الصحية ما بيها شيء وأموره كل شيء معك وأقول له تعال خلينا نسوي لك الجي 6 بي دي راح نلقي بهيج الحالة لو. فهمت الجواب؟ فهمت الجواب؟ والدليل ان انا لما راح نسوي بليفل بلاد خلينا نقول كومبليت بلاد كاونت ايش راح يصير عندنا؟ راح نشوف الوايت بي سي عندي تصعد. الوايت بي سي المفروض اول 11000 الجيها 18000 19000 16000 20000 تصعد عندي الار بي سي. البليتلت احتمال تصعد عندي البليتلت. ليش؟ دي يصير عندي بون مرو جينيسيس دي يسوي لي يولد لي البون مرو كومبوننت. فهو مو بس يقوم يولد لي ار بي سي
يولد لي RBC و HBC بليتلت. فنشوف نيجي الباراميتر كوليتين يسعدد ها بالإضافة للRBC على مود يعوض النقص اللي يصير بالدستركشن مع RBC. لحد هنا الجواب واضح؟ تعرفتوا الجواب؟ فلهذا السبب دائما مو بس انتوا تشتبهون، حتى الأخصائيين يشتبهون. من يشك بجيسك سبيدي لا سبيدي بس على جيسك سبيدي ديورنج كرايسيس ويقول لك ها نورمال ده هذا مو جيسك سبيدي. واضح؟ دائما تحصير علي على حسين حمزة. إذن واضح واضح إن شاء الله الجواب. هسه عرفنا بالكلوكوز اكسبرسيتيز دي هيدروجينيز ديفيشنسي بنين واضح. بعد عندنا الهيموغلوبين وباتي، عندنا السيكل سيل انيميا الثلاسيميا حكينا عليها. السيكل سيل انيميا هم بدي احكي لكم شويه عليها بس ما راح اطول هواي بيها. السيكل سيل انيميا هي نفس الشيء هنا ايش عندنا؟ عندنا هي جزء من الهيموغلوبين وباتيز. هذه من نسوي لها هيموغلوبين الكتروفوريسيس تطلع لي الاس باند مع السيكل سيل انيميا، وقد تطلع لنا مرات ويا غريب ثانية أسدي غريب ما أقطع الكلام باللاب تحشوش ما عليه باللاب باللاب لحد يشوش علينا باللاب انتبهولي انتبهولي باللاب أخذ مشويش بالصوت انتبهولي باللاب أعيد الكلام باللاب ماذا يحكي باللغة زميلكم خلي يسكت وين المايك لنسده؟ لحظة مصطفى مصطفى راضي وين أسد المايك؟ وين المايك لنسده لكم يا طلاب؟ ليش أسد المايك؟ سدتوا وياي طلاب دكتور سوي ميوت للمايك المايك بس لحظة طالب يحكي جاي يصير هسه بس لحظة اللي سويت ميوت مين اسوي لكم ميوت للمايك ما ادري والله مو دكتور من يمك تقدر تتحكم بها يعني ما ادري وين خلي ستون الطلاب ما اعرف مين دا سوى هاي الميوت على كل خلي بلغوهم ما اعرف شلون انتبهوا الطلاب انتبهوا الطلاب ما دا اعرف شلون اسوي الكميات من هنا اكو عندي مشكله مين سوى بس لحظه ايه سوى اوكي هسه اوكي هسه اوكي تسمعون الطلاب راحت الضوء اي اوكي فاذا ايش بده يصير عندنا عرفنا احنا السيكل سيل انيميا السيكل سيل انيميا قلت لكم اللي مثال عندنا نفس الشيء نقدر نشخصها بالهيموغلوبين الكتروفوريسيس اتش بي ال سي شوف الاس بعد بالسيكل سيل انيميا بس شغلة واحدة ريت هو هم جينيتك ديزيز ودائما نصير احنا نشوفه هنا بالعلاقة تصير بأهالي البصرة أكثر شيء لأن هو جينيتك ديزيز العلاقة بالريف اش وقت مرات هم يفوت الديزيز ما ندري بيه نشخصه مرات بالصدفة أو نشخصه تصير الكرايسيس دائما لما يتعرض إلى سترس المريض مثلا بريجنانسي ديورينج أوبريشن ديورينج جنرال أنستيزيا لما شخص يصعد بالطائرة يصير عندهم يقل الأكسجين ويدخلون بالسيكل سيل كرايسيس يعني شنو معناها؟ معناها مرات السيل تكون نورمال من احنا نبحث السيل نلقيها نورمال ها نبحث السيل نلقيها نورمال بس شو وقت تصير سيكل من تتعرض هسه السلايد ما لحظة السلايد ما معروف شو ماكو عندكم صورة؟ هسه اشوفكم سلايد مع سيكل سيل اصبروا لي هسه اشوفكم السلايد انتظروني انتظروني اي ف انتبهوا لي ما يخالف طلاب ما يخالف انتبهوا لي انتبهوا لي هسه انتبهوا لي انتبهوا لي طلاب ف
فاذا بسكر سيل انيميا هسه من تعرض الى ستريس يقل بي الاكسجين راح تتحول الخليه. هسه من اروح للسلايد الجاي اشرح لكم اياها. ونفس الشيء راح اشرح لكم الهيرديتري سبيروسايتوسيس والاليبتوسايتوسيس، وان هم نفس الشيء يعتبر الممبرين ديفكت ده يصير بالار بي سي ويعتبر انترنسيك ريد بلاد سيل ديفكت. هم اشرح لكم اياها بالسلايد شويه بعد. عندنا عفوا عندنا الاكسترنسيك ريد بلاد سيل ديفكت نشوفها بالليبر ديزيز بالهايبر سبلينيزم الاوفر اكتيفيتي اوف سبلين اللي تسوي ديستركشن بالار بي سي نصيح لهايبر سبلينيزم. عندنا بعض الانفكشن الملاريا، عندنا الاوكسيدنت ايجنت هاي انتم تعرفوها اكثر من عندي علاج الدابسون النايتريت الميتوتريت قد يكون بعض الاحيان السلفا جروب. عندنا بعض الايجنت مثل الليد السنيك بايت السبايدر بايت توكسين المايكرو انجيوباتيك ديزيز مثل الدي اي سي ديسيمينيتد انترافاسكولار كوجوليشن ثرومبوسايتوبينيا عندنا الهيموليتيك يوريميك سيندروم عندنا الاوتو اميون هيموليتيك انيميا الورم كول هيموليتيك انيميا عندنا الانترافاسكولار اميونوجلوبولين انفيوجن عندنا اللارج جرانولار لمفوسايت لوكيميا. كل اللي يهمنا كل واحدة من عندها توبك الموضوع معين الوقت ما راح يسعفنا نشرح كل واحد راح اشرح المهمات بيهن الشائعات بيهن مالك سرنسك ريد بلاد سيل ديفكت. اما الانترافاسكولار ديستركشن بيصير عندنا مثل مايكرو انجيوباسي هذول الدائما اللي يخلون فالف بالهارت مو يخلون فالف اصطناعي بروستاتيك فالف ايش راح يصير هذا الدم من يفوت الدم بالهارت راح يصطدم بهذا الفالف الاصطناعي فيصير بي ديستركشن بالار بي سي فينسلم من عنده. هذا نصيح لانترافاسكولار ديستركشن. مرات بالاي بي او انكم متابولتي بعض الانفكشن مثل سيفير ملاريا الباروكسيزمال كولد هيموغلوبين يوريا الباروكسيزمال نكتورنال هيموغلوبين يوريا كل ذني ديزيز نشوفهن بالار اتش دي انفيوجن اميونوغلوبولين بالانترافاسكولار انفيوجن هايبوتونيك سلاين هذني نشوفهن والسنيك بايت هذني يسوي لنا مرات انترافاسكولار ديستركشن مال ار بي سي. وهم اذا صار لوقت راح اشرح كل واحدة على انفراد. هنا انا تعالوا خلينا نشوف هاي الصورة. اذا بشوفون هنا أنا بالصورة هنا أنا. هذه صورة مال هيموليتيك انيميا. ايش دنشوف؟ دنشوف ديستركشن اجزاء من الار بي سي. على مود نعرف هيموليتيك انيميا لازم مش عندنا صاعد الريتيك كاونت عندي صاعد. عند الال دي اتش عندي صاعد. البيلروبين عندي صاعد. هذا اني كليتهن انديكيتر بان هذا الشخص هو هيموليتيك انيميا. اذا اعيد الال دي اتش عندي يصعد الهيموليتيك انيميا، بالروبين عندي الاندايركت بالروبين عندي يصعد الانكونجيكيتد بالروبين وعند الريتيك كاونت تصعد. اما الهيموليتيك انيميا مرات يكون اوتو اميون هيموليتيك انيميا. شو وقت نعرف اوتو اميون؟ لما الكونتست يطلع لي بوزيتيف. لما الكونتست يطلع لي بوزيتيف نقول عليه اوتو اميون هيموليتيك انيميا. فاذا لازم اذا نريد نميز الاوتو اميون هيموليتيك انيميا وين نروح؟ نروح نشوف الكونس تيست. اذا طلع نيجاتيف نفكر باذر ديزيز مثلا باروكسيزمال نكتورنال هيموغلوبين يوريا ها اللي شخصه فقط عن طريق السي دي 55 سي دي 59. بعد عندنا هنا الهابتوغلوبين يقل هنا إيه الصوره تشرح لنا شو تقول؟ تقول ده يصير عندنا ديستركشن باجزاء من الار بي سي. اكو صور ثانيه اشرح لكم اياها. هنا إيه انا اكو صورتين مو قلت لكم انا هذني كل موضوع عباره سبيروسايتوسيس سيكل سيل انيميا هو عباره عن موضوع مستقل بذاته راح احاول اشرح لكم اياها بهاي الصورتين باختصار. العليا صار سبيروسايتوسيس الليبتوسايتوسيس هذا الممبرين ديفكت وعلى اليمين عندنا الهيموغلوبين وباثي ديفكت السيكل سيل انيميا. نجي نباع الصوره الاولى هنا إيه الار بي سي لما نريد نشوفها ونقارنها بالمين سيل فوليوم نلقيها ماكروسيتك سيل. ولما نشوف لو اكو طالعت لي هنا صوره مال الليمفوسايت كان شفنا الار بي سي اكبر من الليمفوسايت. لو كانت هنا ماكو للاسف ماكو بالفيلد اكو صوره مال الليمفوسايت كان شفناكم الار بي سي سايز مالتها الفوليوم
هي اكبر من الليمفوسايت. الار بي سي نورمال المفروض يكون هيك شكلها، اكو بيلر بالنص، ماكون كيف شيب وبيلر بالنص. هنا انا باعه ماكو بيلر بالنص، بيلر بالنص ماكو. ليش ماكو بيلر بالنص؟ لان هاي الفيروسايت صايره مثل الطوبه. الار بي سي نورمال، النورمال مو هي باي كونكيف 8 مايكرون دايمتر مالتها كونكيف، واكو بيلر بالنص، بيلر تكون مثل هاي الصوره هنا، مو كل ار بي سي تكون بيلر بالنص. هاي نورمالي، هنا انا هاي ماكو بيلر بالنص، شنو معناها؟ هاي منفوخه، هاي مو باي كونكيف، هاي سبيروسايت مثل الطوبه، بول شيب. واضح؟ هاي بول شيب ار بي سي منفوخه سبيروسايت. الالكتروسايد هي نفس الشيء بس شكلها مو مثل هاي، تصير هيك شكلها او اطول شويه، نقول عليها الكتروسايد. فاذا هنا انا شنو هو؟ هاي سبيروسايتوسس. هذه من تروح الار بي سي سبيروسايت تمر بالسبلين، السبلين هو فلتر يشوف الشكو نورمال سيل ار بي سي تعبر، الاب نورمال يسوي لها ديستركشن، فيقوم السبلين يسوي ديستركشن للسبيروسايت فيدخل بالهيموليتيك انيميا. نجي نشوف الصورة الثانية. الصورة الثانية هنا ايش نشوف؟ نشوف الـ RBC الشكل مالتها هذا، احنا دورش تشبه الهلال، نص RBC لاقين بالنص، هاي الـ RBC مقسومة بالنص، باحة هيك شكلها، شكلها يشبه المنجل، المنجل يشبه الهلال، هذا السبب يصير حولها سيكل سيل انيميا، منجلية، شكل الـ RBC دي يصير هذا الشكل مالتها. نفس الشيء بعدين هذه من تروح احنا مو دائما نفحص الار بي سي نلقي بي سيكل سيل، مرات نلقي دائما موجود بس عاده يجي سيكل سيل لما يدخل البيشنت بمرحله السترس. من يدخل المريض بمرحله السترس، ايش راح يصير؟ من يدخل المريض بمرحله السترس راح يصير سيكلينج كرايسيس. بالسيكلينج كرايسيس راح تتحول هذا الشكل السيلز، ومن تفوت للسبلين يصير بيها كومبليت ديستركشن. نجي نكمل الصور. هذه هم اوتو اميون هيموليتيك انيميا اللي نشوف بيها الاوتو اميون هيموليتيك انيميا. بالاوتو اميون هيموليتيك انيميا يفيدنا هنا الكومستيس، افضل شيء يفيدنا. من نشوف الكومستيس راح نشوفه يكون بوزيتيف. إذا نظل شوفكم بعض الصور نجي نكمل المحاضرة. عندنا الأنيميا أوف كرونيك ديزيز، أنيميا أوف كرونيك ديزيز. قبل ما نعبر الهيموليتيك أنيميا، أنا ما ركزت على كل أنواع الأنيميا الهيموليتيك أنيميا، أنا مود ما يصير الموضوع عليكم صعب، عليكم تعرفون الكومن تايب أوف هيموليتيك أنيميا. عنده سؤال يتفضل يسأل، ما عنده سؤال يكمل على الأنيميا أوف كرونيك ديزيز. بالنسبة للأنيميا أوف كرونيك ديزيز، دائما الأشخاص اللي عندهم كرونيك إلنس يعانون من أنيميا، وتجينا عادة الأنيميا في حالة نورموسيتيك نورموكروميك سيل، نورموسيتيك نورموكروميك، والخلل هنا نتيجة انفلاماتوري ميدياتر، نتيجة السيتوكين انترفيرون وغيره، هذن يأثر على البرودكشن، يأثر حتى على الأكشن أوف أريثروبويتين. النهائية راح يصير عندهم أنيميا. هذه صنفناها الأنيميا باسم تايتل معين، أنيميا أوف كرونيك إلنس. أنيميا أوف كرونيك إلنس. من هاي الأز مثلا نشوف جماعة الروماتويد أريثرايتس، جماعة SLE سيستميك لوبس أريثروماتوسيس. إذا تتذكرون قلنا لكم يصير عندهم أنيميا، وطلبت لكم أن يكون سؤال أو كويز. هسه أنا هم أسألكم جماعة الـ SLE، جماعة الـ SLE يصير عندهم أنيميا، ليش يصير عندهم أنيميا؟ مرطب من فرساي قواعد. ها من يعرف يجاوب ليش يصير عندهم أنيميا جماعة الـ SLE؟ سيستم فلوبس أرثروماتوسيس. ليه جماعة الروماتويد أرثرايتس يصير عندهم أنيميا؟ ها ليش؟ تذكرون أنا كنت أسألكم أقولكم يا تايب من الهايبر سنسيتيزيشن الـ SLE؟ من يذكر من المحاضرة؟ سيستم فلوبس أرثروماتوسيس من يا تايب أوف هيموليتيك أنيميا؟
العفو من سوري سوري من تايب اوف هايبر سنسيتي رياكشن هايبر سنسيتي رياكشن كم نوع احنا عندنا؟ احنا اخذنا محاضره هايبر سنسيتي رياكشن لو ما اخذناها النوع الثالث عافيه علي حسين محمد يقول النوع الثالث هي بس النوع الثالث اللي يصير اميون كومبلكس ديبوزيشن وتسوي الانفلاماتوري بالبيزمنت ممبرين هذا النوع الثالث الاميون كومبلكس زين بس النوع الثالث يعني مو كومبايند اكو نوع ثاني وياه النوع الثاني الانتي بودي ديبندنت سيل سايتوتوكسيسيتي معكو وياه المعنى بالاسهل ايه الاعراض بدنا نشوفها مال بيوتيرفلاي راش مال اميون كومبلكس ديبوزيشن هو النوع الثالث بس الانيميا اللي نشوفها بالاسهل ايه هي نوع ثاني ليش لان اكو اوتو انتي بودي يروح يضرب البليتلت يروح يضرب الار بي سي ويسوي لها ديستركشن ها فهذا السبب احنا نقول عليه النوع الثاني مع النوع الاول لا 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 الجواب مال آمنة عبد السادة مو هذا الجواب على جوابته قلنا راح يصير اوتو انتي بودي النوع الثاني اللي يروح توجه ضد الار بي سي ويسوي لها ديستركشن فيكون يصير عندهم انيميا اوف كرونيك اولنس هنا انا شو نشوف احنا عندهم نشوف هنا انا عندهم لو الايرون لو توتال ايرون بادي كاباسيتي باعوا انتبهوا بالايرون ديفيشنسي انيميا قلنا ذا الايرون قل التوتال ايرون بادي كاباسيتي تزداد بينما هنا اثنينات قليلات واضح الفيريتين هنا نشوفه لو وهو عوامل نقدر نشوفها عندنا الانيميا اللي تصير بالبرايمري بون مارو ديس اوردر مثل مايلوبلاستيك ديس اوردر هنا ايش راح نشوف بالانيميا نشوف نيوكليتد ار بي سي ار بي سي بيها نواة وبالاضافه لذلك وبالاضافه لذلك راح نشوف الرولكس فينومينا شنو هي الرولكس فينومينا هاي الرولكس فينومينا ار بي سي تلزقيم ار بي سي تلزقيم ار بي سي تلزقيم ار بي سي تلزقيم ار بي سي هذه لما نشوف ار بي سي لازقب ار بي سي لازقب ار بي سي لازقب ار بي سي هذه نصيح لها رولكس فينومينا هاي الرولكس فينومينا نشوفها بمواضيع هواي نشوفها بكل الحالات اللي يسعد بها الاي اس ار ها نشوف رولكس فينومينا وهنا أنا هذا المثال بالمول مرادس بالمالتيبل مايلوما شافوا الرولكس فينومينا تكون واضحه علاج الانيميا انت صيادله انت تعالجوني ما لي علاقه العلاج عليكم ها العلاج هو علاج السبب يعني من نريد نعالج انيميا اعطيكم مثال طلاب انا اليوم شاركني بالمحاضره هواي طلاب شاركوني من ضمن الطلاب اللي شاركوني حسين مو على حسين عاد حسين وبعد منه حسين علاء قصدي وبعد منه شاركني خلي يقول اني حسين علاء شارك اي بعدك شاركت بنين مو اي زينب علي شاركت عافية بنين هم شاركت وعلى حسين حمزة على حسين حمزة وبنين علي راح اسوي لكم فريقين وتبارك هم شاركت راح اسوي فريق بنين وتبارك وفريق بنين وزينب زينب وبنين وتبارك فريق وعلي حسين وجماعته فريق وراح نسوي هذول الفريق راح نقول لهم نعطيهم مشكلة يحلون إياها وريد الجواب على السريع ما نتأخر به فريق علي حسين حمزة اسمع السؤال علي بذيناك تحل لنا مشكلة في مركز صحي موجود في قرية من القرى يراجعوها 100 مراجع هذول القرى اللي تراجعوها 100 مراجع شافوا نص الأطفال اللي يجون عندهم فقد دم نقص الحديد فالسؤال نريدك تقيم الوضعية وتسوي لنا طلبية بعلاجك للموقف هم يستخدمون باليوم 50 علاج قنينة شراب حديد لهذول الأطفال لأن يجون 50 واحد إيش قد راح تسوي لهم طلبية خلال 6 أشهر أو سنة ها وشلون راح تعالجهم ها او خلينا نقول خلال 100 يوم اعطيك تعالجهم خلال 100 يوم هم باليوم يحتاجون 50 قنينه ايرون
يكون نص يدون 100 طفل يراجعون للمركز الصحي في هاي القرية النائية يحتاجون باليوم 50 قنينة ايرون لعلاج نقص الحديد. شلون انت تعالجهم خلال 100 يوم؟ نفس السؤال اوجهه الى فريق بنين وتبارك وزينب. السلام عليكم. السلام عليكم. دكتور انه اول شيء احنا لازم نعرف الاسباب مالت احتمال انه التغذيه مالتهم يعني مو تمام. اهلوا لا عندهم نقص الحديد طلعوا اسالني وانا جاوبك. انت اجيت كرئيس فريق انت وصاحبك علي حسين اجيت كفريق تريد تشوف تعالج لنا هاي المشكله. قلت لي هذول نقص غذاء انا اقول لك طلع عندهم نقص الحديد. كمل. هو دكتور هو عندهم نقص حديد يعني الايرون احتمال ليش يجي نقص الايرون؟ اما عندهم مثلا هم بالدايتري فود مالتهم يعني ما ياخذون ايرون يعني بشكل كافي. فانا اول شيء يعني نوجههم على التغذيه السليمه. خوش. اشرح لي اذا حصلت تغذيتك للايرون خلال 50 100 يوم. يعني احاول انه يعني دكتور انه اوكي هو انطيهم ايرون بس انه يعني اهم شيء اول علاج انه اللايف ستايل مالتهم احسنه وبعدين انه اعتمد على العلاج يعني مو مباشره على العلاج. تطلب ايرون خلال 100 يوم كصيدلاني يعني انا تقدير حاجه 5000 يعني ال 50 متوقع يصيرون 60 راجعوك باليوم برا شهر. لا دكتور هو لازم اكيد اجيب الزياده لازم اجيب الزياده هاي للاحتياط بس يعني مبدئيا انه انا احاول انه احد من هاي السالفه انه احسن اللايف ستايل مالته. يعني شو راح تطلب؟ هسه انا اريد عندك جواب رقم اريد اعطيك درجه باحتقارنك ويا جماعه تبارك والبنين وزينب. ايش قد راح تطلب خلال 100 يعني يوم ايرون؟ يعني اذا انا باليوم احتاج 50 يعني تقريبا فانا اتوقع انه خلال ال 100 يوم يجوز باليوم احتاج اكثر من 50 فيعني يعني اجيب اكثر من 5000 اكيد مثلا 7000 10000 بس يعني احتمال احتاج يكون او احتمال اصلا ما احتاج. ايش قد راح تجيب؟ ايش قد راح تجيب علي؟ 10000 نطلب 10000. من يجاوبني؟ بنين زينب. بنين زينب من يجاوبني؟ عندي فريق ثاني بنين علي وتبارك وزينب من يجاوب؟ بلي دكتور اجاوب. جاوب زينب. دكتور هو المعروف انه النقص الار بي سي يعني هو المكون للار بي سي هرمون الاريثروبروتين. احنا شخصناهم ولا نقص حديد؟ شخصناهم يعني هو اذا غير نقص الحديد انه هو ياثر على يعني الانيما فممكن اني انطيهم يعني ما ادري هي اكيد اعطيهم الايرون وكذلك يعني شلون اسوي الارتفاع للهرمون الارثروبيوتين حتى يعني يعطيني اكثر عدد من الار بي سي. تبارك وبنين علي طلب حسين ما ادري علي زميلكم طلب ايرون في 2 الطلبيه ما تضاعفها في 2 زميلتكم طلبت وير ايرون طلبت ارثروبيوتين انتم شو تجاوبون؟ تبارك بنين جاوبيني. بنين لو تكتبين جاوبيني على المايك. تبارك جاوبيني على المايك. السلام عليكم دكتور. وعليكم السلام. جاوبي تبارك. دكتور هي اهم شيء اللايف ستايل مال المريض فاني اذا نظمته والجرعه مو كلها يعني انطيها 5000 مثلا هي حسب احتياجه ممكن انه يصير عنده زياده وتاذي فانا حسب اللي يعني وقت الشفاء مالته. زين نرجع لزميلكم وين زميلكم حسين؟ مو على حسين؟ علي. نعم دكتور. نعم دكتور. علي اسمعني؟ اي اسمعك. خليتك صاحب قرار علي حسين خليتك صاحب قرار خليتك وزير الصحة وزرت او لا مو وزير الصحة ما عنده قرار وزير الصحة خليك رئيس جمهورية رئيس وزراء خليتك رئيس وزراء وبيتك لهاي القرية وانت فيدلاني ولقيت بهاي القرية نقص بالحديد باليوم يجيك 50 طفل عنده نقص حديد وانت لك كافة الصلاحيات
وقلت لك سوي لي طلبيه خلال 100 يوم. هذيك الساعه وديتك كصيدلان، هسه وديتك كصاحب قرار. ايش قد راح تسوي طلبيتك؟ صيدلاني طلبت 10,000، اذا رئيس وزراء ايش قد راح تطلب؟ دكتور اول شيء اذا يعني عندي صلاحيه انه هسه انا اعيد السؤال باستفسار، ما نضيع الوقت. انت علي حسين كصيدلاني طلبت من 5,000 الى 10,000، 10,000 طلبت كصيدلاني، كرئيس وزراء ايش قد تطلب؟ دكتور يعني هو اكيد انه يعني اطلب كميه زياده حتى خاف تصير كارثه. يعني ايش قد تطلب؟ يعني كميه زياده اكيد خاف يعني لتجنب الكارثه، اذا مثلا خاف انه ما ملتزمين، واهم شيء انه ايش قد راح تطلب؟ مو بس خليك على بالك ايش قد راح تطلب؟ يعني اكيد هو اكيد الدواء يعني حاول ان ايش قد راح تطلب؟ ساعة علي يعني خلينا نقول مثلا 20,000 هيجي، واخليهم ذني خاف يعني 3,000. ارجع الله يا زينب على السؤال. زينب او تبارك من راح يجاوب؟ دكتور هي حسب المتطلبات، حسب اللي احتياجه. لحظه تبارك انت تعرفين رئيسة سنغافورة؟ ها آمنة مو آمنة اسمها؟ ما أدرى دكتور. سنغافورة؟ هسه أنت إيش قلتي تبارك؟ قلتي إحنا من هناك علي طلب 5,000. أنت كصيدلانية إيش قد تطلبين؟ دكتور هو قلت لك حسب الجرعة البيشنت، يعني أكو بيشنت ما يحتاج مثل يعني واحد عن ثاني يختلف. جوش 100 طفل 50 واحد يعاني من نقص الحديد. انت صيدلانيه اللي بتسوين طلبيه خلال 100 يوم؟ مو اكثر من 5000. صرت رئيسة وزراء ورحت لزرت هاي القريه ولقيت 50 طفل يعاني من فقر الدم مال نقص الحديد، ايش قد تطلبي لهم كرئيسة وزراء؟ يجوز انه خلال هذا الشهر اكو بيشنت ثاني، اما يصير يعني اجيب اكثر من 5,000. نجيبين اكثر من 5,000 يعني اكو اي لان اكو ممكن يصير حاله شفاء او ممكن لا واحد يعني تمرض. جاوبيني رقم شلون جاوبني لكم رقم؟ ها اكثر من 5,000 اجيب اكثر من 5,000 يعني زميلكم اعطيني الرقم اجيب اكثر من 5,000 مليار يعني تقريبا لا واي تقريبا 6,000 7,000 بتا. سؤال طلاب هسه عندكم 2 رؤساء وزراء، صار تبارك وصار حسين على حسين، لمن تنتخبون؟ ها؟ من ناحية علمية، مو العالم صح؟ دكتور اثنين ما يصيرون رؤساء وزراء، لأن ما قدروا يشخصون الخلل. لا، أنا أقول لك شنو الحل. هسه إذا أنا صيدلاني. لو أنا صيدلاني شلون يصير الحل من الناحية العلمية؟ احنا مدن الشاغل نريد ناخذ الموضوع من ناحية علمية. أنا صيدلاني في مركز صحي في منطقة ريفية، يجيني 50 طفل باليوم يعاني من نقص الحديد. علميا أنا أعالج الكوز، صح لو غلط تويش علموكم بالصيدلة، نعالج الكوز. شنو هو الكوز؟ نقص الأيرون. على هذا الأسباب طلب كسيدلاني علي وكتبارك طلبوا ايرون. خلى علي بباله ان الايرون بما ان السبب مال ايرون 50 واحد يجي يوميا، فمسبب نقص الايرون في هاي المدينه موجود. ها فاذا احتمال السبب بما انه موجود راح يصير زياده ملحوظه في نقص الايرون. احتمال اليوم يجيني 50، باكر يجيني 51، خلال 100 يوم احتمال يوصل للعدد 150. ها واحد نقص الايرون لان المسبب لنقص الايرون موجود. فاذا خلى الطلبيه كصيدلاني زياده. اما من يجي علي كرئيس وزراء راح يعالج الامور كناحيه علميه، يقول هذا ليش عنده نقص حديد هاي القريه؟ راح يقولون عنده نقص حديد لان ما ياكلون حديد.
زين الحديد هو وين موجود؟ موجود بالأغذية المعينة، باللحوم موجود، موجود بالتمر، موجود بالعسل، موجود بالمنتجات الحيوانية. إذن هاي القرية أكلهم للحديد قليل، زين ليش ما يطلهم أهلهم حديد؟ ليش ما يطلهم يومية حديد؟ ما يطلون يومية حديد لأن الأهل ما عندهم قابلية أن يوكلوهم يومية أكل حيواني، لحوم وما شابه وعسل وغيره. فإذا أكو نقص بإمكانية العائلة أن توكل ابنائها حديد. بهاي الحالة على مود أعالج نقص الحديد، ها لازم شو أسوي؟ لازم أمكن دول الأطفال أن يأكلون حديد يوميا. فخلال 100 يوم إذا قدرت أن أوكل من هذول 50 يوميا واحد اثنين أوفر له حديد، راح خلال 100 يوم ما راح أحتاج 50 واحد يحتاج حديد، احتمال 25 واحد أو 10 أشخاص فقط يحتاجون الحديد. بهذه الحالة شو أسوي؟ أرفع المستوى المعاشي للعوائل اللي موجودة ينتمون الأطفال هاي العوائل، راح نشوف السبب بين هاي العوائل أهاليها مستوى الدخل عندهم الشهري لا يلبي أغراض هذول الأطفال، أرفع من مستواهم المعيشي، بالتالي تنعكس على المستوى الغذائي مالتهم، بالتالي ينعكس على مستوى الحديد عندهم، وبالتالي من أكون رئيس وزراء بمكان ما أطلب 5000 أطلب 1000، بس من أكون صيدلاني أطلب 10000 أو 7000 كأقيم الوضعية. ليش؟ أنت تعالج الكوز، هاي طريقة نعالج الكوز. فبعد شوفوا منو من عندكم كان يقدر أن يعالج لكم الكوز من الروت أوف ذا. قلنا ها علي شو تريد تقول دكتور؟ بس مرات الشخص يعني ياخذ حديد كفاية، بس الامتصاص مال الحديد بالجي آي تي يعني اندفد أمام أنا مش هاي الامتصاص بالحديد، هاي الحوامل وغيرها، هذه مش حالات فردية. يعني بيتك مثل على أطفال، أنا بيتك الكمن ما بيتك الكواد، صح لو غلط؟ صحيح دكتور. أنا بيتك استماس قصدي لو لا علي، أنا من أقول أنا أعرف الكوز نقص الحديد 1 2 3 الحوامل كذا يأخذ درج كذا كذا، بس لما نصير كظاهرة نقص الحديد في المدينة كظاهرة، يجيك 100 طفل كظاهرة يوميا عندنا نقص حديد، هاي صارت ظاهرة. من نصير كظاهرة بعد ما عالجها كظاهرة، ما عالجها كحالة فردية. واضح؟ واضح دكتور. هو واضح إنه نحسن اللايف ستايل مالته مو الأكل دكتور. واضح اي بس تحسن ستايل مالته قديش طلبة 20000 يا علي دكتور؟ بس مو لان ما نعرف شو يصير، يعني اكيد لازم يكون اكو زياده، يعني خاف من كل شيء. لا لازم تكون الطلبيه مالتك مدروسه وليست يعني لازم على اسس علميه. من في تطلب كميه توقعت مثلا راح يزداد الفقر بهاي المدينه، ها فراح تزداد الحالات فطلبت اكثر، بس اذا انت بتحسن الوضع المعيشي لهم راح تطلب اقل، صح لو غلط؟ صحيح دكتور اكيد. هو يعني اذا دكتور اكيد اذا يعني صار عندهم انه توفر لهم الاكل ويعني الحياه شويه زينه صارت، اكيد انه مشاكل الانيميا انا ما مدى احكي بموضوع سياسي، افتهموني. انا هسه بهاي المحاضره يمكن هواي افتهموني غلط. انا بدي احكي لكم اقول لك اذا تريد تعالج الموضوع عالجه من السبب الخامس، هي حاجه اللي اقول لك عليها. يعني شنو هو اذا تريد تعالج كموضوع واي ذيس child have anemia؟ واحد why ما يأكلون iron؟ why these child not take iron؟ ما متوفر عندهم؟ why not available iron؟ لا أن توصل للسبب الخامس، عالج للسبب الخامس تعالج الايرون. فهمت قصدي؟ تمام دكتور. يفتنس هذا اللي أريد أقول لكم، يعني ما بدخل بموضوع سياسي ما له علاقة بالسياسة بهاي المحاضرة، محاضرتنا علمية مو محاضرة سياسية. أنا دا أقول بس أقول من الصيف صح قرارة تعالج السبب الخامس، السبب الرئيس cause of disease. أنت إذا شخص عنده شو يسموه، يعني أسألك سؤال، هل من المعقول اللي شخص عنده حس موضوع حكينا على الباقلة حساسية باقلة، كل ما يأكل باقلة يصير عنده نزف نطي دم، يعني يصير تقول له روح أكل باقلة ماكو مشكلة ومن يصير عندك نزف دم تعال المستشفى نطيك دم؟ لا أكيد، يعني لازم إنه شلون عالجين بالله بعد تأكل باقلة، صح لو غلط؟
مو هيك دكتور انا غلطان نعالج الروت الروت اوف ذا ايلنس الروت اوف ذا ديزيز واضح 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 دكتور وياي ها وياي لاب انا يا هو الطلبه الطلبيه اقل رح تنتخبك رئيس الوزراء من عندكم نجي نكمل المحاضره بالبلدس إيه أنا أكو بعض الشغلات نشوفها بال مثلاً بالريفر بلاد ديزيز بالجماعة السبلينكتوم اللي يصير عندهم شلون السبلين عندهم يصير هولي جولي باديز هاي الهولي جولي باديز نشوفها بجماعة السبلينكتوم أكانتوسايت وإيكينوسايت شو الفرق بين الأكانتوسايت والإيكينوسايت هذه الأكانتوسايت اللي نشوفها بالليفر ديزيز نشوف الـ RBC تشمل 10 فلوس ايش منا created RBC إن على الـ RBC شوف مثل الواحد جايب لدريل ومزرف بيها من فوق من الحواف مالتها هاي الإكينوسايت هاي الفرق بيناتهم الإكينوسايت نشوفها بالرينال ديزيز وهاي نشوفها بالزبر ديزيز خلنا الزيرو دروب الزيرو دروب هاي ياها دائما نشوف هيك الزيرو دروب عادة نشوفها وين نشوفها بال قولوا ياي بالايرون ديفيشن في أنيميا دائما نشوف التير دروب هاي تير دروب هاي شكلها الهلمن سيل هاي ياها الهلمن سيل اللي نشوفها بهواي ديزيز من ضمنهن المايكروس عفوا شو بالمايكرونجيوباتي مايكرونجيوباتيك ديزيز إذن أنيميا caused by an increased RBC destruction هذا كوز لكم تجاوبوا لحد هنا أنا أكو واحد عنده سؤال أكو واحد عنده سؤال خلصت طلاب ها هي طلاب عندكم سؤال نكمل يلا شكرا لكم طلاب